The masterpiece by Leonardo of Christ the Saviour, previous in the collections of three kings of England, at 120, not yours. Do you want 130? 240 million is the bid, ladies and gentlemen. I'm selling at 240 million. All done. At 315, a shake of the head, no? Okay. What would you like? 318? Gentlemen. 400. 400 million! بعد ما كان سعرها سنة 2005 10,000 دولار فقط، يوم 15 نوفمبر 2017 تم بيع لوحة مخلص العالم للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي بحوالي 450 مليون دولار لمشتري غير معروف. علشان تحطم اللوحة كل الأرقام القياسية وتبقى أغلى لوحة بيعت في التاريخ. وبالمناسبة دي تعالوا نتعرف على أغلى 10 أعمال فنية تم بيعها في التاريخ. في المركز العاشر، بورتريه دكتور جاشي للفنان الهولندي فينسنت فان جوخ. اشترى اللوحة رجل الأعمال الياباني يوي سايتو سنة 1990 ب 82 مليون و 500 ألف دولار. دكتور جاشي طبيب فرنسي كان بيعالج فان جوخ في شهور حياته الأخيرة. في المركز التاسع، لوحة السيدة ذات الرداء الذهبي للفنان النمساوي جوستاف كليمت. اشتراها متحف النيو جاليري في الولايات المتحدة الأمريكية ب 135 مليون دولار سنة 2006. اللوحة واحدة من سلسلة لوحات لجوستاف فيما يعرف باللوحات الذهبية. المركز الثامن كمان من نصيب الفنان جوستاف كليمت ببورتريه أدل بلوخبور الثاني. اشترى اللوحة شخصية غير معروفة من الصين سنة 2016 ب 150 مليون دولار من الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري. في المركز السابع، لوحة الحلم للفنان الإسباني بابلو بيكاسو. اشترى اللوحة رجل الأعمال الأمريكي ستيفن كوهين سنة 2013 ب 155 مليون دولار. الجدير بالذكر أن نفس اللوحة كان سعرها لما بيعت لأول مرة عام 1941 كان 7,000 دولار. في المركز السادس، امرأة عارية أو نوكو شي للفنان الإيطالي أميديو موديلياني. اشتراها رجل الأعمال الصيني لي كيان سنة 2015 ب 170 مليون و 400 ألف دولار. اللوحة مستوحاة من لوحة أخرى بعنوان فينوس أوربينو للفنان الإيطالي تيتيان. المركز الخامس، لوحة نساء الجزائر لبابلو بيكاسو. اشترى اللوحة شيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء دولة قطر السابق ب 179 مليون و 400 ألف دولار سنة 2015. اللوحة من ضمن سلسلة لوحات بنفس الاسم لبيكاسو. في المركز الرابع، بورتريه الزواج للفنان الهولندي رامبرانت. اللوحة حاليا ملكية مشتركة ما بين المتحف الوطني الهولندي ومتحف اللوفر، اللي اشتروا اللوحة سنة 2015 ب 180 مليون دولار. المركز الثالث من نصيب الفنان الفرنسي بول جوجان بلوحة متى تتزوجين. اشترى اللوحة دولة قطر سنة 2014 ب 210 مليون دولار. المركز الثاني، لوحة لاعب الورق للفنان الفرنسي بول سيزان. اشترتها دولة قطر عام 2011 ب 250 مليون دولار. اللوحة من ضمن سلسلة من 5 لوحات لنفس الفنان. بكده نكون خلصنا حلقة اليوم. استنونا في حلقات تانية من The Case Series، ولو عجبكم المحتوى تقدروا تعملوا سبسكريبشن لليوتيوب تشانل بتاعتنا، وكمان تتابعونا على الفيسبوك.